بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم. ازيكم يا شباب؟ ازيكم يا بنات؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله. يعني اول منزله هنبتدي بيها حياه الاحسان. حياه الاحسان رحله روحيه، مش مجرد برنامج، مشروع عملي ورحله روحيه نصل بيها للحياه الطيبه. اهدى بقى، اسكن، اطمئن. فالنهارده اول منزله بادين بيها البرنامج من المنازل السبعه التقوى، ونربطها بالاحسان، ونربطها بأول معنى من المعاني الثلاثة مع الله. إزاي تعيش التقوى مع الله سبحانه وتعالى مربوطة بالإحسان؟ بس إحنا هنبدأ بداية مختلفة. البداية بتقول إيه؟ البداية بتقول إن الحياة معقدة جداً، واتخاذ القرارات في الحياة أحياناً بيبقى صعب جداً، ومش سهل إنك تعرف تاخد قرارات في الحياة. الدنيا معقدة، هي وهو كل واحد فيهم عنده مشاكل. هو جاله فرصة ان هو يشتغل بره، وجاله عقد ان هو يسافر بره ويشتغل، بس هيسيب ابوه والمين وهم كبار في السن. اعمل ايه؟ انا مش عارف اخد القرار. هي متجوزة بس جوزها صعب جدا واذاها نفسيا ومعنويا، وهي مش عارفة لان عندها عيال. انا مش عارفة اخد قرار، انا مش عارفة اعمل ايه، اكمل في جوازتي ولا امشي. هو كاره الشركة اللي هو بيشتغل فيها ومش عايز يكمل، بس هو عارف انه هو لو مشي ممكن ما يلاقيش شغل تاني. اعمل ايه؟ انت بتقولين الكلام ده كله ليه؟ الحياة وقراراتها صعبة. محتاجة ايه؟ محتاجة كلمة مهمة قوي والله علي يا توفيق، عبد الغني يحفظه مني الكلمة دي. محتاجة هداية. يعني ايه هداية؟ توفيق من الله. بدون الهداية مش هتعرف تاخد. الهداية من الذكاء وشطارة، أقوى من الذكاء والشطارة. عمر بن الخطاب من أذكى الناس، بيقولوا له إزاي عبدتم الأصنام؟ ألم يكن عندكم عقل؟ قال بلى، كان عندنا عقل ولكن لم تكن عندنا هداية. ما كانش فيه هداية. عمر اللي بيقول كده. الهداية دي مهمة جدا، علشان كده من كتر ما هي مهمة بنقولها وبنطلبها من ربنا كل يوم 17 مرة. الفتحة الدعاء الوحيد اللي في الفتحة، هي دعوة واحدة بس، كل الفتحة عشان دعوة واحدة: اهدنا الصراط المستقيم. والناس فاهمة الصراط المستقيم غلط، يعني فاكرين ان هي الاخرة. ابدا، اهدنا الصراط المستقيم دنيا واخرة. اهديني في شغلي، اهديني في جوازي، اهديني في الكارير بتاع الشغل بتاعي، اهديني في قرارات حياتي. ايه ده؟ يعني المفروض كل ما بتقرا الفاتحة في الصلاة كل يوم اهدنا الصراط المستقيم تفتكر الاخرة وتفتكر الدنيا. الهداية دي النور يا جماعة. شوفوا الآية الجميلة: يهدي الله من اتبع رضوانه سبل السلام. هتشوف الطريق، هتعرف تروح ازاي، تمشي امشي هنا ولا امشي هنا، هتحصل. شوفوا الآية الجميلة: سيهديهم ويصلح بالهم. الله، ايوه انا بدور على يصلح بالهم، دي الحياة الطيبة عايز اوصل لها. يصلح بالهم، الهداية هي بداية انك يصلح بالك، انك تبقى عارف امشي ازاي. في ناس متخبطة بقى لها 20 سنة مش عارف يروح فين. في ناس بتسمعني دلوقتي وممكن دموعها بتجري. انا ده، انا اللي متلخبط ده. نفسك توصل للهداية؟ أنا ماشي معاكم واحدة واحدة. عايز توصل للهداية؟ شرطين. يعني شرطين لو عملتهم ربنا يهديني الطريق. والله العظيم لن تتخبط، لن تعيش في دوامات الحياة. والله دي تجربة حياتي أنا شخصيا، لن تعيش في دوامات الحياة لو عملت الشرطين دول. إيه الشرطين دول؟ تقوى وإحسان. يعني جبتهم منين؟ اشمعنى يعني؟ هو عشان الحلقات ماشيه اول منزله التقوى وانت بتتكلم على الاحسان؟ لا، التقوى واضحه جدا. اول ايه في القران: الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. مش انا اللي جايبها من عندي. ايه ده؟ دي صحيح، دي اول ايه في القران. يعني ايه معناها؟ ايه انما الهدايه للمتقين؟ انا ما فهمتهاش كده قبل كده. تريد الهدايه؟ خليك من المتقين. يبقى الفتحة أول صفحة في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. أيوة بقى، تيجي إزاي الهداية؟ تقوم فاتح أول آية في سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردت أن تصل إلى الهداية فكن من المتقين. أول نصيحة قرآنية أنا مش جايبها من عندي. الله، يبقى أنا بقرأ الفتحة وعيني على الهداية، والهداية بتيجي بتقوى. ليه؟ هي التقوى معناها إيه؟ تعالوا نراجع كده المعنى. أن يغلب على يومك وشهرك وسنتك وحياتك مطرح ما أمرك يلاقيك ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش. يقول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. مش 100%، شوف الحنية، مش 100%، ما استطعتم. فيجي الحسن البصري ويقول: حد الاستطاعة أن يغلب على اليوم.
يعني لما تيجي تنام بالليل، يا ترى النهارده كان غالب عليا ايه؟ لا انا كنت من المتقين. ان يجدك حيث امرك ولا يجدك حيث نهاك. امرك ببر الوالدين يلاقيك موجود، نهاك عن قطع الرحم ما يلاقيكش موجود، امرك بالصلاه يلاقيك محافظ على صلاه الفجر، امر نهاك انك تاكل من الحرام ما يلاقيش في جيبك تعريفه حرام، مطرح ما امرك يلاقيك ومطرح ما نهاك ما يلاقيكش. انت من المتقين، مش 100% 60%، لان كلمه يغلب عندي يعني 60-70%. يا جماعه انتم من المتقين ستهتدي يا كاميليا، هتشوفي النور، هتشوفي. أصل هي التقوى بتعمل نور، والله بتعمل نور. نور يوريك أمشي هنا ولا أمشيش هنا. يا علي والله يا ابني أنا بقولك في الدنيا دي أعمل الحتة دي وعيش مطمئن يا علي، مش محتاج حد يا ابني، أنت هتكمل، هو هيهديك، هو هيوريك الطريق. توفيق، جرب. عبد الغني، أنتوا كل واحد فيكم حياتكو هبة، أنت قدامك لسه، أنت لسه صغيرة وقدامك حياة طويلة، فرح، جرب بس، اتقي ربنا. 60% مش كلام مثالي، تقدر تعمله وشوف هيعمل معك ايه. النور هيبان، هتبقى عارف، هيوسع لك، هتشوف بقيه الحلقه هقول لك. اصل ليه التقوى؟ هي التقوى بتعمل نور ازاي؟ بص الايه بتقول لك ايه، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ايه علاقه يجعل له مخرجا بيرزقه؟ يعني ايه علاقه الفلوس بيجعل له مخرجا؟ احيانا الناس بتبقى مش عارفه تخرج من زناقات الحياه الا لو معاها فلوس، الفلوس اعصاب الحياه. ام ربنا قال لك اتقينا، اديك الاثنين، ادي اوريك المخرج ازاي وساعدك برزق يخليك تطلع من المخرج. لو ما فيش في التقوى غير ان هي تهديك وتديك الرزق وتطلع، مش عايز من التقوى اكتر من كده، عايز ايه اكتر من كده من التقوى؟شفتوا معنى التقوى؟ طب سؤال تاني، طب وهي ليه التقوى تديني كده؟ يعني ايه اللي يخلي التقوى توصل للهداية؟ التقوى بتسد الفجوة بين ظاهرك وباطنك. في ناس من جوه حاجة ومن بره حاجة تانية، وفي ناس الاتنين قريبين من بعض، مش 100%، اللي جوه زي اللي بره. كل ما الفجوة دي تكبر بين اللي جوه واللي بره، الرؤية تبوظ، كلام علمي. فاهم يا عبد الغني؟ لأن اللي جوه غير اللي بره، يحصل غربشة، مزغلل، مش شايف كويس، تبدأ تتخبط في الدنيا. كل ما يقرب اللي جوه من اللي بره، هي دي التقوى، عمال بقرب، الرؤية تتضح. الله، أيوة صح، ده منطقي الكلام ده. الشرط الأولاني التقوى، الشرط الثاني الإحسان، لأنك ممكن تتقي الله وتبدأ تشوف وما تاخدش خطوة فيحصل إيه؟ ولا هدايا ولا حاجة، لأنك واقف مكانك. شوفوا حديث النبي، اللهم أرني الحق حقا، مش كفاية، وارزقني اتباعه، ده الإحسان. وأرني الباطل باطلا، مش كفاية، وارزقني اجتنابه، دي شغلة الإحسان، تقوى وإحسان. لو عندك الصفتين دول أنت ستهتدي. يا ناس اللي بتسمعوني، والله رمضان فرصة، رمضان شهر التقوى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الهدف ان يقرب الظاهر من الباطن لعلكم تتقون. لو اتقيت في رمضان ستهتدي بقيه السنه، والحاجات اللي انتوا تعبين فيها السنه دي هتعرفوها. قرب بس الظاهر من الباطن، تقوى واحسان، خد خطوه، مش كفايه انك تتقي، عملت ايه عشان تعمل؟ ارني الحق وارزقني اتباعه، وخد خطوه حلوه. هو دون شغله الاحسان. علشان كده القران دايما يحط لك الاثنين مع بعض، تقوى واحسان. فمن اتقى واصلح، الاصلاح في اللغه هو احد معاني الاحسان، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. علي ده ابني، والله علي يا ابني نصيحتي ليك في الدنيا، خد الاثنين وفوت في الحديد. لا خوف، وعد رباني، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ايش الجمال ده؟ بصوا الايه الثانيه، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لازم الاثنين مع بعض. شوفوا الايه الثالثه، للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم. يا رب ده انت، هو احنا ما بنقراش القران كده ازاي؟ لازم الاثنين مع بعض، هي دي الوصفه. يا اقول لكم حاجه شخصيه، مرت بيا ايام في حياتي ما كانتش التقوى احسن حاجه. انا بني ادم، انا انسان، وبتكلم معاكم بشفافيه، والله العظيم تهت 3 سنين بلف حوالين نفسي، مش عارف انا رايح فين، مش بدعي معاصي ولا، بس تايه في رسالتي، تايه في كارير حياتي، تهت 3 سنين. أول ما بدأت أركز مع الإحسان والتقوى، والله العظيم جه مشروع الإحسان اللي أنا بتكلم فيه النهاردة، بقالي 3 سنين أنا أعيش حياة جميلة من ساعتهم. والله العظيم أنا شايف يا جماعة، أنا بحكي، أنا مش جاي أقول لكم كلام في كتب، أنا عشت الكلام ده،
أنا حسيته، وأنت شاهد، أنت شفت إن حياتنا أحلى يا ابني بقت كتير. عبد الغني صدقني توفيق، هما 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 شرطين، تقوى وإحسان. جربوا يا جماعة اللي أنا بقوله. طيب يا سيدي، أنا نويت تقوى وإحسان، حاضر، نوينا، توكلنا على الله، هتحصل بقى الهداية زي يعني أصحى من النوم كده ألاقي كل حاجة اتحلت، يعني سحر يعني، يعني أفوق ألاقي يا سلام كل... لا طبعا، ربنا له طريقة للهداية، سيستم رباني. إيه هو السيستم الرباني ده؟ ثلاث رسائل ربانية يرسلها لك تهديك الطريق. إيه ده؟ أيوه، ثلاث أنواع من الرسائل الربانية، بس الرسائل الربانية دي عشان تسمعها محتاج تقوى، علشان تنفذها محتاج إحسان. فالرسائل الربانية لتهتدي بها وتسمعها تقوى، تنفذها وتستجيب للرسائل الربانية إحسان. الشرطين. معقولة ربنا عامل كده؟ أنت مشكلتك إيه؟ مش إن ربنا ما بيبعتش رسائل، أنت مشكلتك إن أجهزة الاستقبال بتاعتك بايظة، الرادار بتاعك ما بيستقبلش نتيجة غياب التقوى وغياب الإحسان. فالرسائل عمالة تعدي، مئات الرسائل هقولها لكم دلوقتي، بس أنت مش لاقط، في غربشة، الرادار بتاعك بايظ، أنت مش قادر تستقبل، أنت عامل ميوت لجهاز الاستقبال بتاعك فما بتستقبلش. رجع التقوى هتبص تلاقي الرسائل تتحرك. إيه الرسائل الربانية دي؟ العجيب إن هما ثلاث أنواع من الرسائل الربانية، وهم هما في علم النفس، بس علم النفس بدل ما يسميهم الرسائل الربانية سماهم الأصوات الداخلية، بس هما هما الثلاثة. الرسالة الأولى للهداية الربانية. بس قبل ما أقولهم لك، ربنا رحيم قوي. يعني إيه رحيم قوي؟ معقولة يسيبك في الدنيا الصعبة من غير ما يهديك، من غير ما يبعت لك عبد؟ معقولة ربنا يسيبك وهو عارف أنت قد إيه الدنيا صعبة وملخبطة؟ رحيم قوي قوي، مئات الرسائل كل يوم كل يوم. اللقاء ده رسالة، في حد قاعد بيسمع دلوقتي لأن دي رسالة. رمضان رسالة، دعوة أمك رسالة من الله. محدش بيقابل حد صدفة، ما كانتش صدفة أنك قابلت فلان اللي ما شفتوش من سنين طويلة فيفتح لك باب رزق تاكل منه عيش سنين. ما كانتش صدفة إنك تبقي قاعدة مع واحدة بتحكي لك مشكلة هي شبه مشكلتك وإزاي هي حلتها فتعرفي الحل. الستر من الصدفة، والصحة من الصدفة، والرزق من الصدفة، والحب من الصدفة. كل ده رسائل ربانية. ثلاث أنواع من الرسائل الربانية أو الأصوات الداخلية في علم النفس. الرسالة الأولى صوت الفطرة، الفطرة اللي ربنا غرسها جواك، القيم والدين والأخلاق، اللي في علم النفس اسمها إيه؟ اسمها صوت الضمير. يجي يقولك إيه؟ حاجة جواك عمالة بتصحي فيك، ما بتجيلكش إلا ساعة الخطر أو ساعة الغلط. دي من سكتك، ما تمشيش في السكة دي. وتقعد تقولك من جوه ما تشتغلش البزنس ده، البزنس ده شمال، مش سكتك، دي مش تربيتك، ما تتجوزيش الولد ده، الولد ده مش تربية أهلك، ما يلقش عليكي، ما تصاحبش الشلة دي، ابعد عن دول، دول مش توبك، دول مش شبهك ولا تربية أهلك. كل ما التقوى تزيد الصوت ده يعلى، كل ما الإحسان يزيد تبعد وتنفذ. الصوت ده ما بيجيش كتير، يأتي عند الخطر أو عند الخطأ. الصوت التاني أو الرسالة التانية، رسالة الإحسان الداخلي. إحنا مش قلنا الإحسان ثلاثي، مع الله مع الناس مع الحياة، ده العام، لكن كل واحد ربنا مديله حتة إحسان جوه بتاعته هو، دي إحسانك الخاص اللي هي إيه؟ موهبتك من الوهاب، حتة التميز. طب وفي علم النفس اسمها إيه؟ اسمها منطقة التألق، الشغف، اسمها الستيت اوف فلو، منطقة التدفق. دي ما بتجيش كتير، مرة أو مرتين في العمر. روحي في السكة دي هتنجحي، اشتغل الشغلانة دي، هي دي اللي هتأكلك الشهد، انت فنان روح في السكة دي، انت متميز روح في السكة دي، روح العب كورة ما توقفش الكورة، هتنجح في يوم من الأيام وتنجح، لو ما نجحتش دور على كارير تاني قريب منها، روح في السكة دي كده. قبل كده قريت كتاب، الكتاب اصلا هو بيتكلم عن ان ازاي تعرف تعيش تطول في الحياة، تعيش تعمر في الحياة وانت فعلا مبسوط وسعيد. الكتاب بيقولك ان اكتر حاجه ممكن تخليك ان انت تكمل في الحياه مبسوط وتلاقي
تلاقي حياتك بجد، ان انت تلاقي الستيت اوف فلو دي بالظبط نفس الكلمه، ان انت تلاقي المنطقه اللي انت تعرف تفضل شغال على طول طول حياتك، وانت عندك 80 سنه تعرف ان انت تبقى عايش لهدف، تبقى عايش لسبب. بالظبط هو ده صوت الاحسان، هم مسمينه الستيت اوف فلو. ده الاحسان الخاص، زي ما في احسان عندي الحته بتاعتك دي احسانك انت. استجيب لصوت الشغف اللي جواك. الرسالة التانية ما بتجيش كتير، مرة أو مرتين في العمر. طب أعرف إزاي إنها رسالة مش هروب من الحياة؟ خلي بالك، عشان هنا في فخ ممكن يعمله لك الشيطان. تستشير وتعمل بايلوت وتشتغل على التوازي ما بين مهنتك اللي بتاكل منها عيش وما بين الحاجة التانية اللي بتحبها، لغاية ما ربنا يفتح لك مصدر رزق في الحاجة التانية اللي أنت بتحبها، عشان ما حدش يضحك عليه في الدنيا. الرسالة التالتة أو الصوت التالت، رسائل الإلهام الربانية اليومية، مئات day to day، كل يوم كل يوم كل يوم. بس أنا ما بسمعش، ما فيش تقوى، بس كل يوم ده ربنا رحيم، معقول يسيبك من غير؟ أنت اللي ما بتسمعش، أنت اللي ما عندكش تقوى. قالك اتقيني وأنا سمعك. يومية يومية يومية، رسائل رائعة. هو ده الصوت اللي جه لأم موسى، إلهام يقذف في قلبك. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم. هي ما كانتش نبية، أوحينا هنا إلهام. الصوت ده يجيلك إزاي؟ كمل صرف على فلان، أنت بتترزق علشان أن أنت بتصرف عليه. اوعى توقف، اوعى تطلق مراتك، الست دي كلها خير، كمل معاها. الصوت ده يجيلك ادعي الدعوة دي، الدعوة دي يلهمك بيها، تقولها يستجيب لك. أنت هتحج فتبدأ تستعد نفسياً للحج وتبدأ تدعي فتحج. تسمع آية بقالك سنين طويلة بتسمعها، يلقي في قلبك أول مرة تفهمها بالطريقة دي، بس الصوت دون مش هتسمعه إلا لو اتقيت الله. تخيل طول النهار ربنا بيوجهك، اعمل كذا، روح كذا، هنا الرزق، هنا الفلوس، مش بس دنيا، هنا العطاء، هنا كذا. بس مش كفاية تسمعها، أول ما تسمع رسالة اجري نفذها. كلم قريبك فلان، اسأل عليه، تطنش يموت بعد 3 أيام. روح لأمك دلوقتي، طبطب عليها، تقوم دعيالك دعوة، تحصل الدعوة. من الآخر دول 3 أنواع. طب وعلم النفس مسمي الرسالة التالتة إيه؟ الحاسة السادسة أو الحدس، بس هم مش عارفين يفسروها، يقولك ما عندناش تفسير ليها. إحنا عندنا تفسير ليها، إنه الإلهام الرباني الذي يلقى كل يوم لتنوير السكة لعباده. من الآخر الدنيا صعبة والقرارات صعبة، محتاج إيه؟ محتاج هداية. اهدنا الصراط المستقيم. كيف تحدث الهداية؟ هدى للمتقين وبشرط الإحسان. لو معاك الاتنين دول فمن اتقى وأصلح، يعني أحسن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ممكن تقولوا لي بقى كم رسالة ربانية بتعدي عليكم كل يوم وانتم مش واخدين بالكم؟ الرادار معدي كم رسالة؟ ممكن تقولي لي إيه آخر رسالة جات لك يا كمالي؟ أنا مريت بمشكلة شخصية وكنت في حزن شديد، فكان أمامي طريقين، إما أن أغرق في الاكتئاب أم أتشبث. فسبحان الله كنت في حزن شديد وشغلت اليوتيوب عشان أستطيع أن أنام، وشغلته على فيديو لصورة، سبحان الله الصورة تكررت 10 مرات خلال الليل، وأستيقظ في كل مرة تكون نفس الآية، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فكنت بقوم عرقانة يعني سبحان الله. وبعدها بأسبوع في صفحة حضرتك نفس الآية وكتبتها في صفحة الفيسبوك، وبعدها بأسبوع تاني كنت داخل متجر فخدموا كانوا شغلوا الصورة في نفس الآية سبحان الله. كأنه بيطبطب عليها، كأنه بيقول ما تزعليش بس اذكري كتير، وسبح بحمد ربك. لا إله إلا الله. حد عنده رسالة تانية يحب يقولها؟ أنا جاني دكتور رسالة مرة في يوم حسيت الإيمان ضعيف شوية، وقلت يا رب علمني أني أنا لسه علاقتي معك حلو. دخلت صلاة المغرب ويقرأ الإمام ما ودعك ربك وما قال، مش حيسيبك يا الله. جاني قشعريرة في وقت الآية، يعني سبحان الله صادف الآية في اللحظة اللي حسيت حاجة محتاج دعم منك يا رب. حنين قوي، رحيم قوي، ودود قوي. يلا يا جماعة تعالوا نكمل مع بعض. اوعوا تنسوا، عيشوا بتقوى وإحسان وسعدوا بنور الهداية. اهدى بقى واطمئن واسكن وعيش حياة طيبة بشرط تقوى وإحسان. الحلقة النهاردة مليانة فقرات رائعة، يلا نكمل.
بقالي سنة بتعلم القراية، مش بتعلم بقرأ يعني، ومحافظ على القراية، وسبحان الله بقيت بحس إن القراية بالعكس قربتني أكتر لربنا، لأن أنا بقيت بشوف اللي بيقروا عامة بيدوروا على كتب تفيدهم في الحياة عشان يتحسنوا وبتاع، وفي الآخر الكتب دي بتلف وترجع وتقولك على الإحسان، حاجة اتعلمتها في كتاب ياباني عشان نعيش حياة طويلة مبسوطين ومرتاحين في الحياة، إن أنت تفضل عايش بهدف، الهدف ده بتموت نفسك عشان توصله، وليك معنى في الحياة، بتحاول تعمل حاجة كويسة، وده الإحسان، دي فكرة الإحسان. حاجة تانية في كتاب تاني اتعلمتها، إن أنت لازم يبقى في يومك جزء كبير تقعد تعمل مديتيشن وتتأمل في خلق الله، وهو دي فكرة الذكر. سبحان الله، الناس بتفضل تقرأ وتدور في الكتب على الكلام اللي موجود عن الإحسان. يا ريتنا كلنا نبقى محسنين وندور في القرآن والسنة قبل ما ندور في الكتب. طيب، وصلنا لفقرة التمارين من علم النفس الإيجابي، وأنا كده إيه يعني حطت عليها شوية رتوش، بس هي تقريباً كلها من علم النفس الإيجابي. النهاردة إحنا هنعمل استقصاء. الاستقصاء دون يبين، هم اللي عاملينه الحقيقة علم النفس الإيجابي، يبين قد إيه أنت من جواك عندك استعداد للاستماع إلى الأصوات الداخلية. طبعاً إحنا بنقول الرسائل الربانية، فعاملين حاجة حلوة قوي. هما 7 أسئلة، منهم سؤال عليه 40 درجة، هو المجموع من 100. لو جبت كل واحد بقى يعد لنفسه، ونبدأ والناس اللي بيشوفونا كل واحد يعد لنفسه ويقول هيجيب كام من 100. السؤال الأولاني: أحب الطبيعة. ليه؟ لأن ده معناه أن أنت مستعد أنك تتلقى. مين؟ ها، كام من 10؟ 8. 8، ماشي. عبد الغني برضو 8. 8، عسل على عسل. يا سلام، واحد من الجزائر من وهران وعايش يعني عايز يعمل حاجة للبيئة، طبعا 10 على 10. كاميليا 9. 9 من 10. 10. حلو، كل واحد بيعد لنفسه. معلش انتوا جبتوا 8. احب الاستماع الى قصص الاخرين واستفيد منها. فاهمين علاقته؟ ايوه. 10. صح والله، فيك الصفة دي، مش عشان أنا أبوك يعني. عبد الغني لا، 9. 9. 7 على 10. 7 على 10. 10. 8. 10. الناس بتعد معنا. السؤال الثالث بيقول: أي فرصة في الحياة أتحرك لها فورا ولا أتباطأ؟ طبيعتي باخد، الفاكرين الإحسان، خد الاستجابة للصوت. مش عارف بقى، يعني في حاجات وحاجات، مش عارف يعني. الأفريج كام يعني في المتوسط؟ ما 6. 6؟ ليه؟ أنت شخصية دؤوبة. بس في حاجات يعني بصرف النظر من ابني. خلاص 6. أيوة عبد الغني، مش موافق على الرقم بس كمل. عبد الغني 7. 7. 9. 9. 8. 7. 7. 9. 9. المفروض نجمع الحاجات دي في دماغك. تجمع على قد ما تقدر يعني. السؤال اللي بعد كده: لما بقابل الناس لأول مرة وكون انطباعات عنهم بتطلع صحيحة بعد كده، بتعرف تقرا الناس. كام؟ ها؟ 9. 9. 9. 7. 7. 8 على 10. 8. 7. 7. 7. 7. الناس كلها ما شاء الله. مش عارف. انا شخصيه نشيطه مش كسوله، برضو للاستجابه للاحسان. ها؟ 10. 10. 10. 10. ايه يا عم، احنا قاعدين فين؟ حاجه تعقد يا عم علي. ايوه. 8 على 10. 8. 9. 9. طب انا نشيط. 10. ماشي. اللي عليها 40. اوبا. انا متسق بين ظاهري وباطني، انا الاثنين زي بعض، فبعرف بتوصلني بسمع الرسائل، مش متشوش عليها. تاخد كام في التقوى؟ ما هي ده التقوى. 30 على 40. 30 على 40. حلو. طبعا، ما هو ده التقوى، ما هو مش 100%. طبعا مش 100%، ان يغلب عليك التقوى. ايوه. أقول 30. 30. 30. 30. 32. 32. مين يزود؟ كله 30. عبد الغني. 30 بعد. 30. أنا أكتر واحد. برافو علي. أنا فخور بيك. ده كان الاستقصاء. مين جاب فوق 70%؟ ارفع إيده. أنا ما فاكرهاش. فاكر بقى. مين جاب فوق 80%؟
الناس اللي بيشوفونا بعتوا لنا التمرين ده على السوشيال ميديا ونفرح مع بعض ان شاء الله بنتائج جميله. هسالكم حاجات سريعه جدا جدا جدا، اخر رساله ربانيه جات لك؟ اخر رساله، اخر رساله. انا اخر واحده يعني الحمد لله، الحمد لله ماما بتقول لي انه الحمد لله ما بقولهاش لا، يعني لما بتامرني بشيء فيعني مره كده قالت لي اعمل شيء كده، فقلت خلاص ماما ما فيش ليش بلاش يعني. وبعدين كان في السوشيال ميديا ولا تقل لهم اوفين ولا تنهم، فيعني رجعت عندها وقلت لها سامحني سامحني، قل لي يعني كده اموريني. الله يرضى عنك يا هبه ويبارك في الوالد والوالده، شفتهم ناس رائعه عظيمه، مبسوطين ان هم موجودين معانا. الحمد لله، شكرا. اقوى رساله ربانيه جات لك؟ يعني انا ممكن اقول مشاركتي في البرنامج يعني رسالة عظيمة، لأن النهاردة عيد ميلادي. كل سنة وانت طيبة. وانتوا طيبين. فأنا حاسة إن ربنا يعني بيهديني يعني، أو يعني هيز جيفتنج مي يعني أهداني الحمد لله المشاركة دي علشان أفضل كده إن شاء الله على صراط المستقيم. يلا بينا نكمل مع بعض. شكرا يا جماعة، شكرا يا ولاد، شكرا يا بنات. حلم الجواز له معالم ولا لسه ملوش معالم؟ يعني لما الاقي الشخص المناسب ولما بقدر اصرف على نفسي يعني. يا سلام. طب وايه اهم ثلاث صفات في مين؟ الشخص المناسب. يبقى مناسب. لا يعني ايه اكتر ثلاث حاجات بتدور عليها؟ الاخلاق طبعا. انت عشان انا واقف معاك. لا بس يعني لازم جدع يا ولد جدع، برافو عليك. يبقى في بينا حاجات كتيرة مشتركة. ممكن أكتر من ثلاثة. وإن أنتوا تكونوا حابينه. يا سلام. أصل يا ابني هي مش واحد بيتجوز واحدة، دي عيلة بتتجوز عيلة. أيوة عيلتين. بابا بيعلمني كل حاجة بتوازن، ومن غير ما يجبرني على حاجة. بيحببني، بيعلمني الدين بحب، بيعلمني الصلاة ان انا احب ده، اتعلمت الذكر عشان انا محتاج ده، عشان دي حاجة هتفيدني. هو حطني على الطريق بس ما زقنيش في حتة، هو علمني بس الصح وانا ان شاء الله اعمل الصح. دكتور. أنا فرحان إن أنا بعمل معاك الفكرة دي، إن إحنا بنلخص كل حلقة بطريقة سهلة في شكل صورة بسيطة توصل للناس وتلم لهم الحلقة كلها، عشان ما يبقاش كلامنا نظري بس، كلامنا عملي جدا جدا. وإنتي الحقيقة بتبدعي وبتطلعي حاجات حلوة. ثلاث رسائل ربانية تنجيك من التخبط في ظلمات الحياة. ولخصتي بقى، كلنا نبحث عن الهداية، لذلك نحتاج إلى التقوى والإحسان. الله، جميلة الطريقة. التقوى عشان تساعدنا ان احنا نسمع رسائل ربانية، والإحسان يساعدنا على الاستجابة للرسائل الربانية. جميلة الطريقة، مش ماين ماب بس هي طريقة حلوة. وبعدين قمتي عاملة صوت المكبر الصوت عشان تسمع. هما ثلاثة: صوت الفطرة، صوت إحسانك أو موهبتك، إلهام يضيعه الله في قلبك. جميلة 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 وسهلة ومعبرة. أنا متشكر ليكي جدا إنك لخصتي الحلقة كلها بالطريقة السهلة. وصلنا لفقرة الذكر. عايز تزود قدرتك على سماع الرسائل الربانية؟ عايز تسمعها وتحس بيها بقوة؟ والله أكتر حاجة ممكن تعينك الذكر. ليه الذكر؟ لأن الذكر بيفتح قناة بينك وبين السماء، كأن قناة فتحت مباشرة أول ما بتذكر ربنا. هو بيقول سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم، اتفتحت القناة. أول ما بتقول لا إله إلا الله هو يذكرك الآن. قولي في سرك كده: لا إله إلا الله. ربنا بيذكرك الآن يقينا.
ليه بتتفتح ان يبقى عندك قدره انك تسمع رسائل ربنا ليك وتزداد تقوى وتزداد قرب من الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان قاعد مع مجموعه من الصحابه ثم دخل بيته ثم عاد فوجدهم يذكرون الله، فقال لهم النبي: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله، تحلفوا بالله ما أجلسكم إلا هذا؟ قالوا: الله ما أجلسنا إلا هذا. قال: إني لم أسألكم تهمة لكم، مش بتهمكم، ولكن بلغني أن الله يباهي بكم الملائكة. ليه بقول لكم اذكروا ربنا كل يوم ورد الذكر ألف؟ ليه متفقين على ده في رمضان؟ لأن ده ياخد 20 دقيقة. وليه لازم 20 دقيقة؟ لأن النفس بتمر بمرحلتين. المرحلة الأولانية إزالة التشويش بتاع الحياة، بتاخد لها 5-6 دقايق. ما تقطعش بقى، لو قطعت بعد 5-6 دقايق ما استمتعتش وما استفدتش. طب ما اللي يحصل إيه بعد أول 5-6 دقايق؟ يحصل حاجة اسمها عبور، تعبر لمنطقة اسمها صفاء الروح. وده مش كلامي بس، صدقوا حتى علم النفس الإيجابي قالك كده. قالك أول حاجة اسمها مديتيشن، إنك تصفي وتزيل التشويش، وبعد كده يحصل انتقال لمرحلة اسمها المايندفولنس اللي هو الصفاء النفسي والداخلي. عيش مع ربنا كل يوم بورد الذكر 20 دقيقة واستمتع، وهتحس ان اول 5 دقايق عادي عادي عادي. ايه ده، انا بصفو، انا مش عايز اوقف، انا حاسس بحلاوة كبيرة جدا. عيش فكرة الذكر مع الله. عايز توصل للتقوى، من اكتر الاذكار اللي توصلك للتقوى استغفر الله. عيشوا معايا وتعالوا نقوله كلنا مع بعضينا: استغفر الله. قول استغفر الله وانت شايف ان ذنب ذنب ان شاء الله بيتمسح. قول استغفر الله وانت حاسس ان تقصيرك بيتشال. قول استغفر الله وانت كأنك بتقول له تبت يا رب. قول استغفر الله وانت حاسس ان ربنا بيرضى عنك في كل مرة بتستغفر فيها. استغفر الله، 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 استغفر الله. ومهما تزيد في حياتي الهموم، انا عبد لربي من الفجر هقوم. عبودية بهمة تخلي حياتنا حياة، وكل شدة تبقى ضوء النجاح.